ونوصل نحن وياكم مشاهدينا الى الفقره الاخيره بعالم الصباح يلي طبعا رح بتكون مخصصه اجمالا للشيف شادي ورشه مرح لحتى انتم وياه تقدروا تتابعوا وتنهوا كل تفاصيل الاطباق يلي بلشتوا فيها اليوم. اصدقائي صباح الخير، احبائنا صباح الخير، يعطيكم الف عافيه وبنرجع كمان بنعزي بكل الشهداء اوكي اللي مضيوا كمان بالانفجار والضاحيه، ويعطي الف عافيه مثل ما كمان شفتوا قبل كمان الصليب الاحمر وكل الجمعيات المجتمع والاشخاص. الله يرحم الشهداء. اوكي اليوم بلشنا اول خمس دقائق شو عملنا؟ عملنا خليط على الطريقه الصينيه من الخضره، اوكي عطيناه هيك اسم كثير حلو، الخلطه، الخلطه الخضره او الخضار على الطريقه الصينيه، رح نعمل منها هلا كمان شوي صغيره من الاومليت، طلعوا كمان هون الخضره ها، شلنا هلا هون، هلا بنشرح عنهم بعد شوي صغيره، واشتغلنا شوي صغيره كمان بعجينه الباف بيستري، اشتغلنا فيها وحطينا فيها من اللبنه والزعتر، يعني عملنا لفائف من اللبنه والزعتر كمان حلوين مع اللبنه وكمان حلوين مع الجبنه وكمان حلوين مع الشانكليش وحلوين اذا اولادنا بالبيت قاعدين عم يشتغلوا بهالعجين. اللي حضرني قبل اخذ افكار كثيره، وكمان هلا اذا شفتون او اذا بدكم فيكم تتابعوا ترجعوا على اليوتيوب كمان الحلقه بالليل او على عالم المطبخ على صفحتي على الفيسبوك. طيب كمان عملنا كمان عندنا المدرس، هل وين حدا اخذهم؟ ما حدا اخذهم، يا سلام. هل المدرس المسحوق الكاري فينا كمان نشتريه او مدرس الكاري الباودر؟ واصل ديركت من الكويت، اوكي؟ يعني رفعت الضايع، رفعت الضايع كان اسمه؟ رفعت الدايخ؟ اوكي انا ضاع بس هو رجع داخ من الكمين الطعمي لك بين الشباب دايخين. طيب اوكي فهمنا. طيب مهم هالخلطه هالباودر شو اسمه الافريقيه او فينا نقول الهنديه بامتياز، عملنا منها كمان المدراس اللحمي مع الخضره، طلعوا كمان شو حلوه بعدها عم تغلي، رح نقوي تحتها كمان النار وهلا بنشوف كمان كيف رح تصير جاهزه ورح نقدمها مع الرز مثل ما بيعملوا بالهند، بس هل نوع من البهارات ولا اطيب من هيك، اذا شفتوه تعرفوا انه هيدا كمان بهار هندي المدرسه. اوكي. سومو. هيدا هو الشغل اللي بدنا نشتغله اليوم. فيليه سومو اليوم بالاسواق، بس نشوفه بنلاقي سمكه السومو بالاسواق، عم نحكي الاسواق اللبنانيه. بيقولوا لنا بتشتروا السمكه كلها سوا حقها 22,000 ليره لبناني الكيلو، واذا بدنا نعطيكم نحن الفيليه حقه 30,000. فانا اكيد جبت سمكه. الكتار منكم بيقولوا ليش بدنا نجيب سمكه؟ ليه ما بنجيب بس الفيليه؟ لانه السمكه بيطلع فيها الراس وبيطلع فيها الدنا وبيطلع فيها الحسك، ما اخر شيء اذا بتعملوا حساباتكم بيطلع نفس الموضوع، لانه اوكي 30% من سمكه السومو هي بين الحسك بين الظهر طبعا او سلسله الظهر وبين الراس وبين الدنب، شو فينا نعمل فيهم؟ فينا نعمل فيهم مرقه سومو ولا اطيب من هيك، يعني مثل الشيف شادي هون اذا بنشوف طلعوا عندي هالحوايش كلها تبع السومو اللي كانت موجوده، اطلعوا عندي من الراس السومو، عندي من ظهر السومو، من دنب السومو، كلهم بالمي مع الجزر، مع الكرافس، مع كمان البندوره، مع البقدونس، مع الكزبره، مع القرفه، مع ورق الغار، مع الملح عم يغلوا مع بعضهم، بتطوش هيدي الخلطه، اذا ما عندنا شيء نعمل فيها، فينا نحطها بقلب الفريزر ونستعملها، بس نعمل ريزوتو مع السومو، نعمل رز مع السمك، بنستعمل مرقه السومو، يعني كثير طيب يكون عندنا هالمرقات بالبيت او هالمي المطعمه، ان كان من الدجاج او ان كان من اللحمه او ان كان من السمك او السي فود او غيرها او غيرها. وعندي كمان انا هون هلا من اول نار على اثنين سوا بنرجع نشيلهم كمان مرقه اللحمه، مرقه اللحمه الموزات اللي شلتهم وعملنا منهم شو اسمه الميت مدراس او خلينا نقول خلطه الخضار على الطريقه الهنديه ببهارات المدرس، حتى ما نجي نعقد كمان الاسامي. لك وين هلا هون صارت بعد شوي صغيره جاهزه، شو عملت فيها؟ من الفلافل حلوه ثلاث الوان، البصل او الكويسات البصل العاديين، الجزر والبطاطا مع البهارات المدرس، كمان مع المرقه، رب البندوره، صلصه البندوره، وحطينا عليها كمان ملح شوي صغيره. بس من بعد ما استوينا اللحمه عم يغلوا مع بعضهم بيعقدوا بجننوا. اوكي. قبل ما اروح على السومو
نركب الرزيت وبعدين نروح على السمو بسرعه، ما هيك؟ اللي رح نعمله هلا، رح نجي لهون نشيل هيك، رح نشيل نحن هل شايفين هون كله عم يغلي عادي بعقد، رح نحطها هون، رح ناخذ طنجره مشان نعمل فيها الرز، رح نحطها هيك على النار ما تعطي الوهم ابدا، رح كمان هالطنجره اللي قدامنا هون رح نزيحها هيك شوي صغيره لانه بلشتها نوعا ما تستوي، وهون كلنا والع، منجيب نحن كمان خلينا نقول هالمصفى الحلو مندخله بهالطريقه مشان ناخذ بعد شوي صغيره هل المرقه اللي ما عاد فيها صارت نظيفه بتعقدها لما ناخذ منها تنعمل منها الرزات، والرز اللي رح نعمله رح نعمله بطريقه كمان كثير حلوه مع شو؟ مع حبوب الكمون، يعني بتجيبوا الكمون حب وبتشتغلوا بتعملوا فيه رز شو مره عاملينه كثير طيب مع الصموغ بعقد، وخاصه مع هالزريعه مع هالخلطه اللحمه على الطريقه كمان الهنديه. يا شادي يا شيف شادي انا هون الزيت بهالطريقه هيك. يلا اول شغله رح اعملها رح اجيب انا حبوب الكمون امسكهم بايدي هيك واجي كبهم وسكر لانه بفرقعوا على وجهنا، اوكي؟ رح احطهم بالزيت وسكرنا. منخليهم بهالطريقه هيك هالحبوب الكمون مع الزيت شي حوالي دقيقه دقيقتين، رح هلا بعد شوي رح نسمع يمكن الاصوات عم يفرقعوا، بنصير هيك بناخذ وبنعطي معهم، بناخذ بنعطي معهم يعني ما بنخليهم يحترقوا، بعدين بنضيف عليهم الرز، والرز اللي بدنا نضيفه اليوم هن حوالي كانوا هون حوالي 2 كوب، وراح نستعمل البازيلا يعني راح يكون حبوب الكمون مع البازيلا مع رز البسمتي، وهذا رز البسمتي يا شيف شادي هون، وراح ناخذ 2 كوب هيك ها، وهيدا كوب وهيدا كمان 2، وراح نقدمكم مع السومو اليوم، اوكي؟ وراح نقدمكم مع اللحمه اذا بدنا، بس كونه راح نستعمل نحن ميه السومو او سمك السلمون لنعمل الرز، ما رح نستعمل الرزات مع اللحمه لانه الرز بيكون طعمته سمو، يعني هيدي شغله كمان، اوكي. هلا هون طلعوا كيف بلشنا، يا سلام بلشوا هلا نتفي نتفي، بدهم يفرقعوا على وجهنا، خلينا شوي. بلشوا ها، شفتوا كيف تفرقع؟ سمعتوا تشك؟ اوكي؟ ويلا هلا يا شيف شادي بسرعه فئقة هون، وهلا هالرزات حطيناهم، هالرز البسمتي، وبعد شوي صغيري منحط البازيلا، لأن البازيلا اللي عندي هني بازيلا مجمدين فروزن، فاللي بدي أعمله إنه رح أحطهم بالآخر تيحافظوا لي على لونهم الأخضر، ما رح أحط البازيلا هلا، رح أحطهم مش بالآخر يعني بس حس حالي إنه ناقص 5 دقايق. يلا يا شيف شادي هلا هون بسرعة فائقة بنروح على المرقة، المرقة أكيد بدنا منها، هيدا كوب هون، وهيدا 2، وهيدا كمان كوب تالت، وعنا كوب الرابع. لماذا كوب الرابع؟ لانه عنا 2 كوب من الرز بدهم 4 اكواب من المرقه، ونحن استعملنا هون مرقه كمان السمو، بنسكر عليهم وهلا بنرجع لهم بعد دقائق معدوده. لكن ركبنا الرزات ناقص بس هلا شوي صغيره من البهارات والبازيلا بالاخر. هون ركبه عنا هالخلطه اللحمه على طريقه المدراس، اوكي؟ هندية صارت كمان رح تكون جاهزة بعد شوي حوالي الربع ساعة. هون عندي المي أنا عم تغلي، هي مش المي، هي مرقة الموزات اللحمة اللي أنا حطيتها بخلطة المدرسة. واعيين لهيدا الموضوع؟ أوكي رح أرجع لهون شوي صغيرة. قبل ما أروح على السمو رح أعمل هلا شغلة، أو بتكون أول شيء نعمل سمو؟ نعمل سمو قبل. طيب هون أنا عندي سمكة سمو بعد الجلد عليها، بعد شوي صغيرة رح نتعلم كيف نشيل الجلد عنها. أوكي واضح هذا الموضوع؟ اما السمكه اللي عندي اياها انا هون الجلده منشالي بالخالص، خلينا نجيب هلا حامضه وحده، رح اجيب انا حامضه هيك وسكين منشار، ورح نبلش نشتغل بطريقه كمان كثير حلوه. هلا انت يا حياتي رح احطك هون، بعد شوي رح نشيل منك ال 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 الجلده. هون عندي اكيد الخشبه او الكيتشن بورد الاصفر اللي بنستعمله للسمك دائما، اوكي؟ ما انغلبت، نرجع لورا هيك، منجيب يا شيف شادي ان دو تروا، ان دو تروا، منجيب صينيه، والان دو تروا اللي عم نقول عنهم يعني ان يعني دو يعني تروا سيركل. رح نبلش هلا نسركلها شوي صغيره، نسركلها يعني بدنا نعمل هالفيليت السمو يكونوا مبرومين، يكونوا على شكل دائري. هلا نحن فينا ناخذ دارنا، يعني فينا ناخذ شقفه متعلمينها ونحط لها شوية طحين إذا بدنا، أو نحطها بالفرن نشويها على طريقتنا، فينا نقطعها مثل الطوق ونحطها بقلب السياخ ونشويها كمان على الفحم اللي بدكم إياه، يعني فينا نعمل بعتقد بين 3 مليون و500 ألف أو 10452 وصفة.
فينا نقول هيك، يمكن كمان اكثر بكثير من السموم، بس اليوم خلينا نشتغلها بطريقه شوي صغيره هيك مختلفه. رح نقص هالسمكات بهالطريقه، طلعوا كيف هالشرائح هيك، رح كبرون، طلعوا كيف رح تشوفون. رح نعمل كم وحده مع الخضار الصينيين او الحامض، رح تشوفوا. انا رح اجيب هلا هون هيك بهالطريقه، رح احط وحده. اول شغله رح اجي رح اعملها بشكل دائري، شايفين شو عم بيصير؟ رح اجي كمان رفقتها على جنب، رح اجي كمان بشكل دائري، شفتوا شو عم بيصير؟ الكاميرا كمان عم تفرجينا شو عم بيصير بقلب هال السيركل اللي عم نشتغل فيه تنعمل هيك بورسيونات حلوين، مثل كانه عم نشتغل على طريقه الفاين دايننج، يعني نحن عم نتفلسف شوي صغيره بس ايام حبين بنحب نعمل هيك اشياء، فخلونا هلا ناخذ شوي صغيره من هالافكار. اوكي، رح اجيب ملقط، بس بايدي ما رح القط كثير اشياء حتى ما لانه سمو. رح اخذ انا من هون هيك من الخضار الصينيه اللي عملناهم بعد ما حطيت لهم صويا، هلا بنحط الصويا من فوق، طلعوا شو عم بيصير هيك. اللي هن الملفوف الفلافلي كمان ثلاث الوان مع البصل مع الثوم مع الزنجبيل كله بقلبه بطريقه كمان كثير حلوه. رح اخذ هون كمان شوي صغيره من الصويا، حطهم هيك، شوي صغيره من التباسكو، بعدين بنغسل الاناني كلها سوا لانه دقرنا السمو فيها بالطريقه الحلوه. رح نرجع ناخذ هون الفيليات، شايفين شو عم بيصير؟ بهالطريقه عم نعمل بورشنز بعقده كمان هون بالنص هيك. هلا لانه صاروا خلص صارت كميه كبيره، هون بنجي نحن بنروح على الملحات الحلوين يا شيف شادي بهالطريقه هيك، اوكي؟ بنروح على كمان شوي صغيره من البهارات، بنرجع شوي صغيره من الصويا، اوكي؟ عم ناخذ افكار عن هذا الموضوع، وبالاخر بنروح على الزيت. هيدي طريقه، يعني هيدي خلينا نقول شغله وحده، فكره وحده، نروح على فكره ثانيه، نعمل وحده كبيره هون، يعني ما رح نعمل ثلاثه رح نعمل اثنين، هلا بنشوف الوقت. نروح كمان نفس الموضوع، نعمل بالسمويات هيك كلهم سوا، رح اشتغلهم كمان بسرعة، رح نعمل هلا بورسيون لشخصين، رح ناخذ كمان من السمو بعد، نفس الموضوع اللي عم نشتغل فيه بس رح نشتغل فيه مع الكراب ستيكس والحامض. هلا بتشوفوا كمان كيف، رح اترك هيدي شقفة مثل ما هي هيك، كذا، شفتوا كيف؟ هيدي هون بالنص، وهيدي كمان هيك. نروح على الكراب ستيكس او هالانواع اللي بيقولوا لهم من السلاطعين الكراب، بس هي لحمه مطعمه بزيوت السلطعون، اوكي؟ بهالطريقه، طلعوا كيف؟ بنروح شوي صغيره على الصويا بقلبها، بنروح على شقفه كان عندنا الحامضه، لك وين الحامضه هون؟ خلينا ناخذ شقفه من الحامضه بهالطريقه، نشرح الحامضه اربع شرائح، لك كيف بنعمل؟ هون هيك. هلا بعدين نحن عم ناكل بنشيل اذا بدنا القشره، وفينا نضل كمان وفينا ناكل القشره من دون اي مشكله. طلعوا هيك كيف. هلا بنروح شوي صغيره من الخضره، نحطهم بالنص، وبنروح على شقف السمو التانيين، طلعوا شو عم بيصير. وهلا ان شاء الله خلصنا وما طلع بريك، طلعوا هالشقف بهالطريقه، ليكوا كمان هون بعقده كمان مثل قبل يا شيف شادي. الملحات، البهارات، الصويا، زيت الزيتون، وصاروا جاهزين عنا من دون اي مشكله. الثالثه اللي رح اعملها اللي انا فكرت فيها هلا، اللي هي رح احط شريحه او شقفه سمو مثل ما هي بقلبها، طلعوا هون هيك، رح احط عليها من الخضره، طلعوا شو راح يصير، وراح احط عليها من الكراب ستيكس. هيك اخذنا فكره كيف ممكن نركب بقلب هالسيركليت الحلوين اشياء من السمو او من اي نوع من السمك، من القريدس كمان فينا نعملهم بالدجاج من دون اي مشكله. اوكي، انا عم بخترع هون، عم حط هيك على ذوقي، ممكن حدا كمان يحبهم. اوكي، برجع كمان هون شوي صغيره من البهارات، وبنروح هيك زيت، وراح احطهم بالفرن على حراره 180 درجه، بعتقد بدهم حوالي 20 دقيقه، وانتم بترتاحوا شوي صغيره هلا وبترجعوا لي بسرعه، لانه راح يكون في كثير من المفاجآت والاطباق الطيبه. نتركم. طيب.
رح منتابع نحن وياكم، واكيد من جديد بنرجع ننتقل لعند الشيف شادي. يا لك صباح الخير عن قريب كثير كثير. كيف احوالك اليوم؟ انا منيحه اليوم، مثل ما قلت له العامر فيني يكون احسن بس ماشي الحال الحمد لله. عم حاول اضحك. هي انا كمان عم حاول اشبك هيك المسحه مع الموضوع، بس يمكن تطلع معنا بس بنكون عم نمثل اليوم اذا طلعت معنا، فمش ظابطه كثير. مش ظابطه، خلينا بالطبخ. برجع كمان بحييكم احبائنا، وعندي اليوم انا العادي بقول احبائي وهيك بيرجعي. اوكي، صمو اللحمه على طريقه المدرسة، الرزيت رح يحترقوا، خلينا شوي صغير هلا هون طلع كيف. ها ها ليكوا الرزيت اللي حطيت عليهم البازيلا قبل بشوي صغير مع حبوب الكمون بيعقدوا بجننوا يا غاده. اوكي رح سكر عليهم شوي صغيري انا، وهلا النار خفيفه جدا، بعد شي دقيقتين ثلاثه بطفي تحتهم، خلوني يتخمروا بقلب الطنجره مثل العاده. اما بقلب كمان الفرن عندي صينيه، هالصينية عملنا فيها دوائر من الصومو اليوم الفريش. هلا بنشوف كمان كيف بنشيل الجلد عن الصومو، لانه اوكي نحن فينا نروح لعند اليوم السماك، واذا باعنا السمكه كلها سوا مع راسها مجبورين نحن نشتغلها بالبيت. اوكي انت ولا مره عملتيها؟ لا اجرام ما يعني بقدر. مش يعني بس انه كل شيء فيه تقطيع وهيك، مش حلو تتعلمي، يمكن حلو تشوفي بس يمكن ما تعملي، بس على قليل اذا صارت معك بتعرفي تعمليها. شوفها او شو مره بنعمل بيكنيك مثلا مضطرين نشتغل بايدينا، او نروح على محل، او اذا رحتي على محل في بحر وما في سماكين بدي انزل اتصيد او وما في غير السمك يعني. المهم انه هلا بناخذ فكره كيف بنشيل الجلد عن الصمو، عملناها حرب نوويه. اوكي طيب رح اعمل شغله هلا بسرعه قبل ما نبلش بموضوع الصومو، وهي الخلطه اللي بدنا نعملها على الطريقه الصينيه اللي عملناها تنعمل منها الاومليت، ورح تبلشوا تشوفوا كمان الوصفات هلا قدامكم يطلعوا، وبتكتبون كمان بطريقه كمان كثير حلوه. ليكوا الخلطه الحلوه اللي انا عملتها اليوم من الملفوف، من الجزر، من الفلافل، ثلاث الوان، من اللوبيا، من الزنجبيل، من الثوم، من البصل، بتعقد بتجنن عن جد، صينية بامتياز. راح اروح على الصويا بطريقة كمان حلوة بهالطريقة، راح اروح كمان على التباسكو معليه هون هيك التباسكو، غسلنا الأناني شفتي كمان قبل لأنه كان كلهم صومو، الدجاج بقلبها بهالطريقة، راح اروح على الكزبرة والبقدونس. واو صار عندي خلطة بتطوش بتعقد، كيف الوضع عندك؟ الوضع عندي الطنجرة وصل لعندك؟ ازحيها شوي لأنه هلا بقول لك الطنجرة ليش، بس زحيها فيك تزحيها شوي. اوكي طلعي هون شو عم بيصير؟ ولعي. اوكي ولعت هون عندي كريب او اومليت هون. اوكي شفتها. اوكي شفتيها هيك هلا؟ طلعي شو حلو هالخلطه اللي عملناها، الاولاد بينبسطوا بهودي القصص بالبيت بتعقد. طلعي شو عملتي، طلعي هالخلطه اللي فيكي تعملي منها نودلز اذا بدك، وانا هلا اخذت منها شوي يعني هالخلطه بس تنعمل بالبيت. بنحط مع كم وصفه فيك تحطيها؟ واو مع الباستا، مع التالياتيلي بالفرن، مع البيتزا اللي بدك، يعني هالخلطه كثير مهمه. يعني فيك ما تحطي صويا، فيك ما تحطي تباسكو للي ما بحب. أوكي. بس انه الخلطه كلها اشياء بنعرفها. وبنجي نحن هلا هون بنلفها بطريقه كمان حلوه، وصار عندنا هالكانيلوني الحلوين بعقده. رح ارجع اعمل كم وحده وانتقل تنعمل هلا صوص الصومو. صوص الصومو اللي هي صوص اللبن، اللي هلا بعد شوي صغيره كمان رح يكتبوها كمان قديمون، اللي هي صوص بتعقد بتجنن. طلعي هلا فائف شو حلوين، طلعي شو حلوين هيك. واو رح اجي هلا اروح على الرابعه، شو رايك بالموضوع الفكره هيك. اوكي او التالتي بس الرابعه لكوينا هون. اوكي رح اروح عليها، بس بدي اقول شغله، اخذت الفكره كيف؟ فيك تعمليها بقلب عجين وتحطيها بالفرن، فيك تحطيها بقلب الباف بيستري، فيك تحطيها بقلب الكريب، فيك تحطيها بقلب الاومليت. اوكي طلع كمان بعد عندنا وحده هون، وفيك تحطي بقلبها انا حته دجاج مسلوق، انت فيك تحطي سمك، في واحد يحط لحمه، في واحد يحط اللي بدك. رح اعمل بعد شوي صغيره لانه هون ناقصنا هيك شوي. اوكي طلعي كيف، وهيك كمان صارت الخلطه عن جديد، شفتي شو هينه. وفيك تحطي الباقي بالفريزر وتستعمليهم، وهودي هن اكيد، وهودي هن الخضره اكيد من دون الدجاج، يعني فيك تحطي الدجاج معهم، بس بالاسواق بنلاقي خضره مجمده مكتوب عليها خضره صينيه، مزبوط؟ هالخضره الصينيه هي الخضره اللي انت عم تشوفيها هلا، لان انت بتكوني محضرتيها انت قبل، لا نحن ما بنحضرها، وبنجي وين بنحطها؟ واو بالفريزر، وبنستعملها ساعه اللي بدنا. رح نرد هودي كلهم لهون، اللي رح اعمله انا هلا قدامك، او رح نشيلهم هودي هيك، رح اعمله قدامك، رح ناخذ صحن ابيض من فوق اعملي معروف هيك. صغير او كبير؟ لا صغير، كبير اذا بدك، قربي بس شوي، شوفي كيف، رح انا اجي اشتغل. ليكي شو حلوين، طلعي كيف فيك تقدميهم بطريقه كمان كثير حلوه،
كما انه رح انا اقدم هلا هون، طلع كيف ها هون هيك، وهون فيك تقدمين هيك، وفيك تحطي الصوص الصويا بالنص للي بده. اوكي يلي اللي بده رح اعطيك انا شقفه بعد حطها بالنص، طلع كيف، ورح اعطي كمان فكره. هودي صحن بيعقد، رح اعطي فكره كمان ثانيه انا فيني اجيب. الصينيه وينها وينها هون، بدك تزينه شوي؟ لا اي هلا بنزينه شوي صغيره بعد ثواني، يعني فينا هلا لك كيف خضره معلوم تنعنا انا لك كيف بدي اعمل هيك لك كيف لك كيف لك كيف بقدونس لك كيف لك كيف دي كذا ما حطيت لك اياها شو اخذتها معي ما هذه الاهم لك هون شو كيف ها حطيناهم كمان هون أوكي. وفينا نعملهم بالفرن يا غد طلع كيف كيف عم شوف جايه يلا يلا طيب ما بدنا نحط هيدا نقدمه طيب شو بنعمل اوكي لك كمان هون هالخضره كلها سوا جيت هالقصص كلها سوا طلع شو حلوين في عندي صوص طومات انا هون هلا فيني اجي اشتغلها بهالطريقه وشو اعمل؟ حط جبنه فينا نحط جبنه بس انا ما رح احط جبنه اوكي بس فيك تحطي جبنه يعني من دون اي مشكله وتحطيها بالفرن عم اعطي بس فكره عن هذا الموضوع رح احطها انا بالفرن ايه بس انه هي منا كثير طلعي هلا شو عم يصير عندنا عم تغلي يا سلام وهون رح وقف من تحت ورح نشعل الفرن من فوق وهيدا وقفنا وهلا بنرجع على السمو أوكي. بس قبل هلا رح نشيل الكف من ايدينا ونروح يا شيف شادي ونعقم ايدينا ونروح نحضر الصوص تبع السمو قبل وبعدين بننتقل على السمو مشان نشيل الجلده منه اوكي يلا يا شيف شادي هون واو بتعقد بتجنن نظفنا كل شيء ودغري على المشين بسرعه يا غاده لبن 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 عن جد لبن لبن عادي زبادي لانه هي اليوم مع اللبن والرز رز طفينا تحتهم ها لكن لبن كوب واحد عندنا من الكريم فريش بس اللي حكينا عنها مره اللي هي القيمر اوكي اللي هي بتكون جامده نوعا ما سميكه بنروح على البقدونس والشبت والثوم طلع الثوم والبقدونس والشبت كلهم بقلبهم بهالطريقه هيك بعدك معي انت معك على الاخر بنروح على البقدونس المجفف الاوريجانو المجفف وعصير الحامض واذا بدنا من هالمال بنزيد لهم طلعي ها رح انا سكر ايه ملا سكر يلا جاي جاي لعندي جاي طلعي هالخلطه هيدي الخلطه هي خلطه اللبن للسمك رح نشيلها ورا هيك كله نضيف وهيدي هون عندنا مشان نشيل الجلدي نرجع بنعيد شبت بقدونس وثوم مع اللبن وكريم فريش هذا كله هون حطيناه بقلبها معي ولا مش معي؟ معك. مع البقدونس اليابس ومع كمان الاوريجانو اليابس وعصرة حامض اوكي يا خلصت شلنا كل شيء هون بس انا مع هون كيف الوضع؟ رح تنشف بدك اياها تنشف؟ انا بدي هيك كريمه لك وينها هون خلص صار جاهز هلا الاربع ساعة صارت اكثر ها؟ طفي هون لك هلا بنعلي النار على هي الطنجره كنت انت عم تحكي عنها قبل بشوي صغيره ويلا يا شادي طلعي هون الصوص بليز اوكي او طلعوا كلكم سوا طلعوا واو هيدي هي صوص اللبن انا عم بحكي عنها اللي هي بتروح 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 وعمرها ما ترجع بس انه يعني بتروح مع شو؟ مع كل انواع الاسماك بتعقد بتجنن اكيد هون عندنا لك الملح اوكي لكن عندنا شوي صغيره من القرفه عندنا شوي صغيره من الفلفل عندنا شوي صغيره هون من الكزبره وعندنا شوي صغيره من ال ال شو اسمه الغرام والحب والقصص كلها ممكن تمرق معنا بقلب الوصفه اتفهم علي كيف هون بيعطينا كمان جمال للوصفه ونجي يا شيف شادي لهون ليكي ها صارت كلها جاهزه طلعي بعد شوي شو حلوه للسمو معي ولا مش معي؟ معك على يلا هلا هون بسرعه لانه ما بدنا نحكي على الفاضي ونقول خلصنا الحلقه من دون ما نشيل الجلدي بس بدنا نشيل الجلدي عن السمو ونقدم اطباقنا ومعنا اربع دقائق اوكي؟ يلا منيح بحر اربع لكن أربعة. هون رح نشيل لايكي فيليه السمو هيدي فيليه السمو وهيدي الجلدي عليها معي ولا مش معي؟ معك اوكي مزبوط في جلدي ولا مش شايف؟ لا مزبوط في جلدي خمنت استعملنا هونيك في اجل اوكي هالسكينه الحلوه اللي انا عندي بيجي انا لهون ما لازم تكون سكينه كثير طيبه كثير طيبه يعني مش كثير مسنونه يعني مسنونه طلع انا هون حاطط ضفيري على جلدي طلع جلدي هون حاطط ضفير عليه من هون ليك كيف بدك تلقطها كلها بيجي لقطها هون وبيجي انا من فوق تحت طلعي طلعي هلا بس انا اصير هون بمسك الجلدي بايدي اوكي طلعي بعد هون طلع جلدي وين معي ولا مش معي انا كنت عملتها كلها بس هلا عم فرجيني على مهلنا طلعي ها كمان يا شيف شادي طلعي
ما لازم تكون السكينه كثير طيبه والا تنخزق الجلد. تنخزق الجلد شوي 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 شوي. وهيدي هي الجلد كلها سوا من دون، وهيدي هي السمكه كلها سوا من دون ولا، شايفه كيف؟ بالطريقه بنشتغل نحن بالسمو، طريقه كمان كثير حلوه. خلينا نشيل الجلد، والجلد كثير طيبه بياكلوها كثير محمصه. واو بتعقد بجنن. رح اشيل الكف انا من جديد، عم نغلي هون ايدي من جديد يا شيف شادي، هيك عم نغلي هون وهون وهلا هون غليت كلها. غليت، هذه هي الصوص تبع اللبن مع الكريم فريش. خليها تغلي، خليها تغلي بدك اياها تعقد. لك هلا هون انا هلا اول شغله رح اعملها بنفتح انا الرز انا دق تروح. اوه يا سلام. رح اجي انا هلا لهون. يلا يا شيف شادي بس بسرعه هلا لانه هون هلا القوه. طلعي شو صار، انا عندي هلا قصص حلوه. طلعي شايفين، طلع هون شو حلوين هدول. بدك صحن لهم ياي. هلا بدك تشوفي شو بدنا نعمل بهذا موضوع السمو. هلا رح ناخذ نحن هلا هون هيك ونحطها عليها. شفتيهم كيف هالطريقه اللي اشتغلناها؟ يلا يا شيف شادي هلا. وعندنا هون كمان صار فينا نقدم هالقصص كلها سوا. هيدا كمان هون رح نقدمه لورا. واو يا شيف شادي هيك ها قدمناه هون. وراح نجيب هلا، انت بدك تساعديني بشغله. يلا بدك تحطي المدراس اللحمه هون. شو رايك؟ حاضر. وهيدي هون والمدراس جاهز. اما صلصه اللبن على نار، ليك الصوص شو حلوه صارت. تعقيد وفيك تشيلي من هونيك عادي. يلا هلا انا هون انا عندي رح تشوفوا بعد شوي، رح اجيب طبق او طبقين. هالطبقين الحلوين رح اجي واحد منهم اوكي اخذ عليه هالرز، وجيب هون ليكو هيك وحده صغيره فيها رز. طلع 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 واحد اثنين. ليك الرزات شو حلوين، ليك الرزات شو حلوين. حبه حبه ولا مش حبه حبه؟ بلا مش حبه حبه. شو بتقولي 13000 حبه ما حبه. طلعي هون هيك. يلا هون نجي هيك بالطريقه، انا قصدي عملتهم هيك تيطلع كمان شكلهم حلو. يلا يا شيف شادي هون طلعوا كمان هالرزات بهالطريقه هيك. وهلا بيجي عليهم رح ناخذ هيدي اللي هون. طلع تعقد في لها محل تحت. طلع كيف معي ولا مش معي؟ معك ما عم تشغلني. يا سلام كيف معك عم تشغلني 200 شغله. الحقوني يمين وشمال كلكم معي. اوكي رح نشيلها هيك لانه انت حمنطر شوي. ويلا يا شيف شادي، يلا يا شيف شادي. اوكي وادي بالطريقه هيك. هيدي وحده اوكي. هلا هون بجي انا ياي. ليك الالوان طلعي كلهم مع الرزات فوق بعضهم. وبجي انا عليهم بهالصوص، وهيدا الصحن كمان لاليك. طلعي الصوص تبع اللبن اللي عليها مع بقدونس. ولاليك بتحط عليه ورقة بقدونس. لا بقول هن بقلبهم ما في بقدونس. بلا في كمان وهون كمان ورقة هيك بعقد. هيدا هون السمو هيك. وراح نشيل كمان الثانية هلا، ذيك الثانية الكبيرة هلا هون راح نشيلها هيك. طلعي كيف اعطيتني الصغيرة. لا اعطيتني الصغيرة. صغيرة لك انت وهلا كان بردت شوي صغيرة صار فينا. ها عم عليك شوي نشيلها ومنقدمها. وقفوا شوي ذيك كمان كانت تطلع كمان بطريقه كمان كثير حلوه. صار عندنا هالطبقات كلها سوا مع الحامض مع كل شيء بهالطريقه. كمان بنروح على الصوص بهالطريقه هيك. وهذا كمان الصحن بايدك او نحط الصحن هون اذا بدك هون. وهلا انا جرب. كمان هون الصحن الثالث. خلينا نروح على عم نجرب نلاقي محلات بالطريقه الثالثه. خلينا نقول هون عندي هلا السكينه الحلوه يا شيف شادي. فينا نشتغلها بهالطريقه. طلعوا كيف ها كان عم نعمل كريم كراميل. واو كمان نروح هون تنقدم هالسمو مع طلع كمان كيف طلع هون. عرفتي كيف بطريقه كمان كثير حلوه. هيك بناخذ كمان افكار اكثر واكثر. والف صحتين وان شاء الله هيك كل ايامكم تكون احسن ان شاء الله يا رب. يعني شغلي لقائي بكره معكم او راح يكون بكره الشيف فيصل بحلقه حلوه مع حلويات جديده. ومين راح يكون على بكره مع فيصل اذا الله راد؟ والله ما بعرف بكره مين راح يكون. ما تقولي لي جوزيف. ان شاء الله جوزيف يا رب. على كل حال نحن اذا مثل ما قال لكم الشيف شادي غيدة راح تكون موجوده. وقتنا خلص لليوم بهالحلقه يلي كانت خاصه من عالم الصباح. بتمنى لكم بقيه نهار ممتع، واذا بكره الساعه 10 عالم صباح جديد.
بعتلي بهالليل من عندك حدا يطل علي يطل علي بيتي أنا بيتك وما إلي حدا من كتر ما ناديتك وسع المدى وسع المدى وسع المدى.